مساء الخير على كل متابعينا متابعينا مصر تايمز في كل مكان. معكم سمر مكي من محافظة قنا، ولايف جديد النهاردة من داخل المكان اللي توزعت فيه الفلوس، فلوس الست غوايش اللي كانت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة في محافظة قنا. الست غوايش ست كانت متسولة، كانت تعيش ست طيبة، تعيش في أوضة من ما فيهاش إضاءة، تلاقى في أوضتها أربع شوايل فيها فلوس، وكمان فيها فلوس ورقية تانية خارج الشوايل دي. أهالي الوقف وزعوا الفلوس على أسرتها، معانا الأفراد اللي تولوا مسؤولية التوزيع. أهالي الوقف، أهالي الوقف، أهلا وسهلا بيكم. هنتعرف على مغارة علي بابا. الناس على السوشيال ميديا بيقول في مغارة علي بابا في الوقف، إيه القصة؟ القصة إن إحنا عندنا واحدة اسمها غوايش، اسم اللقب، وهي اسمها خيري أحمد عبد الجليل. مرة محترمة من حوالي 20 سنة قاعدة في الوقف، في النهار كله وتقعد قدام المساجد وفي الطرقات، اللي بديها جنيه بديها 2 جنيه بديها 5، والناس كلها عشان هي مرة طيبة محترمة، فالناس كلها بتديها الفلوس. ففوجئنا من حوالي 4 5 أيام، الله يرحمها ماتت. بعد ما ماتت ابن عمنا كان اسمه عبد القادر محمد، كان مديها بيت الراجل وساكنة فيه ومربي فيه طيور. فبعد ما ماتت راح يشوف الطيور دي في شوايل برضو حطاوني، فيها جنيه و50 قرش. طبعا دي برضو 6 كيلو ورقيات فيها 50 قرش وربع جنيه وجنيه، كل ده في الاوضه اللي ما فيهاش نور واللي فيها الارانب. من اول 20 سنه هي يعني قاعده في المكان دي. ايه حصل اول ما لقي الفلوس صاحب البيت؟ صاحب البيت اول ما لقي الفلوس صراحه قال لنا احنا لقينا فلوس الغلط. تحرينا عن الناس، عرفناهم انه فيهم جزء في نجع الجامع بالمراشدي وجزء في قريه الصبريات. سالته على اسرتها؟ سالنا على اسره طبعا. فبلغناهم قلنا لهم تعالوا عشان غوايش وتركت تركي، تعالوا نقسموها لكم. الناس جو نهار الجمعة بعد صلاة الظهر وضيفت ألقي لعب المداكين. قسمتوا في المكان ده؟ في المكان دي، المكان ده اللي لجنة من على مستوى الوقف. وفي برضو بعض الناس أثبت إنه معاها فلوس، جابتها جاب 2000 جاب 2500 وهكذا. جمعنا الفلوس كلها لقينا 30000 جنيه ورقية، والجينة زي ما قلت لحضرتك أربع شوايل، أربع شوايل حوالي 240 كيلو فضة فئة جنيه و50 قرش، والجينة 6 كيلو فئة جنيه ونص جنيه وربع جنيه. فاحنا تعذر العدد وزعنا الفلوس اللي هي الفضة بالكيلو، والفلوس الورقيات جنيه و50 قرش برضو بالكيلو، ووزعنا دكة الجنيهات كل تلت خد 10000 جنيه من المرحومة تركت أختين شقيقتين وأبناء إخوة أشقاء وإخوة لأب. فالشرع في الفقه الإسلامي الأختين الشقيقتين لهم الثلثين، أبناء الإخوة الأشقاء يحجبوا بالإخوة الأشقاء، والباقي اديناه لمين؟ للإخوة لأب، وقسمنا على هذا الأساس. شكرا لك. هنتكلم مع حتى من احد افراد المركز الوقف اللي كانوا موجودين لحظه تقسيم الفلوس. الناس بتقول عليه كنز اللي لقوه في اوضه الست غوايش الله يرحمها. كلمنا عن التفاصيل وايه اللي حصل بالظبط. والله اللي حصل هي يعني كنت متوقعين الاول حاجه زي كده تحصل تكون في الوقف؟ لا ما كناش متوقعين. هي الست غوايش يعني توفت رحمه الله من 5 أيام في المستشفى، وانا كنت معدي بالصدفه، فجاء خبرها على اساس انه ايه الست غوايش دي ملهاش اسره وملهاش حد وملهاش كذا. فربنا ساعدنا على اساس انه ايه انه ناخدها وندفنها في المقابر ونغسلها ونصلي عليها. ولكن وكان في النية على أساس إنه إحنا في بعض الأشخاص إحنا عند الترب قالوا إحنا في أمانات عندنا، وإحنا عند الترب أنتوا بتدفنوها وإحنا بندفنوها أهالي الوقف. من أهالي الوقف كام واحد كده جاء بيقول لي يا أستاذ محمود والله في أمانة عندي. الست سايباها يعني؟ سايباها عندي، سبحان الله. فقلت له والله دي صدقة كانت في السر، اتبرع بيها على روحها في السر على أساس إنه ملهاش أسر. ما كنتش تعرف ان لها حد؟ ما كناش نعرف انه لها حد. وبعد يومين ثلاثه اهل الخير الشيخ عبد الناصر والشيخ خالد ومجموعه من الوقف بداوا يسالوا ويستفسروا، قالوا يا اخواننا لا ده ليها اخوات، والشرع بيقول انه الفلوس دي تتوزع على اهلها. الاخوات دول ما ظهروش في الدفنه ولا عرفوا ان هي ماتت ولا؟ لا لا ما حدش ظهر فيهم غير واحده بس، ويعني وهي اصلا ما كانش يعني يمكن ظروفها الماديه ما تسمحش ان هي ما حضرتش الجنازه يعني. لا هي حضرت المستشفى ساعدتنا في خروج الجثه ومضت عليها وانتوا هذا الوقف كملتوا واحنا كملنا الباقي يعني.
ربنا يجازيكم خير. بعدين ايه حصل؟ وبعد كده بدأ الشيخ عبد الناصر والشيخ خالد قالوا لا ده في امانه موجوده عند ابن عمنا الشيخ عبد القادر، كان سايب لها بيت متبرع بيه تقعد فيه يعني، وفي امانه. بعد ما سمع الخبر الراجل وما كانش متواجد وزعل جدا انه هو ما خدهاش ودفنها يعني عنده كده يعني، ولكن هي تربتها ندتها اي مكان. اهل الخير كانوا يتنافسوا على اساس كل واحد عايز ياخدها يدفنها عنده في المقابر بتاعته. في المقابر بتاعته واحد من السنابس. اهل الوقف يا جماعه، اهل الوقف بالكامل تصارعوا في المستشفى، حتى يعني في ضابط في مركز الشرطه الراجل تبرع بالكفن بتاعها، في ضابط بمجرد ما عرف ان الست دي طيبه وكانت محبوبه يعني. محبوبه، فيشكر يعني عماد بيه نقيب مركز الشرطه الراجل بعت الكفن بتاعها على على ما على المستشفى. وفي اخ اسمه ممدوح رسلان كان عنده مبلغ، وكانت هي معهداه انه هو يعني يجيب لها كفنها في حاله موتها، فالراجل اعتذر للنقيب وراح برضه جاب الكفن. يعني هي كانت دافعه ثمن كفنها قبل، كانت سايبه امانات عند بعض الاشخاص اللي هم فوجئنا بيهم اثناء الدفنه. طب الفلوس اللي معاها اربع شوايل كانت في اوضتها دي، ما حدش كان بيدخل عندها الاوضه، الاوضه يعني مترين في متر صغيره، ما حدش كان يدخل عندها يشوف؟ لا ما حدش، هي زي ما تقولي كانت مره طيبه وكانت تقضي يومها كله برا. وما كانش تاجي الله على النومه، واحيانا تنام على السلم واحيانا تنام في الاوضه، ويعني من الناس اللي زاهده في الدنيا كده وطيبه. وقسمتوا ازاي الفلوس؟ الفلوس اتقسمت ازاي؟ والله قسمناها على حسب الشريعه، الاختين الشققه خدوا التلتين، واخواتها اللي هم من الشققه خدوا التلت. ده اللي حصل النهارده. وانتوا اللي قسمتوا طبعا، وانتوا تواصلتوا مع الاسره؟ احنا تواصلنا مع الاسره على اساس انه كل اللي ليه معرفه او قريب ليها يجينا عشان نعرف، عشان نعرف مين السبب او مين قريبها بالضبط، سواء صبيان او بنات، وجو كلهم ما عدا واحد بس. وتوزعت في المكان ده؟ اتوزعت في المكان ده، ويشكروا اهل المكان يعني وناس الوقف بالكامل تصارعوا في العمل الخير في هذه الست. طب في حاجه تانية فاضله ولا كده كلها توزع؟ لا كل الحاجه دي اتوزعت، ويمكن لما نزلت على النت المقطع على اساس انه الناس اللي ما تعرفش انه ليها اهل، الهدف انه احنا نوصل رساله انه في فلوس عند الست دي اربع شوال لو ليها قرايب. في اللي ظهرت قرايب على اساس لو في حد عنده امانه تاني يبقى الناس دي ايه تدي الاهل يعني. ده اللي حصل من بدايه. وتوزعت التركه بالكامل؟ اتوزعت التركه بالكامل ما عدا تلت قاعد، تلت واحد قاعد، اخت كبيره لها مسنه، خفنا على المبلغ وخوفنا على الست الكبيره، لانه الست دي ما معاش غير بنت واحده في الغردقه، فاخواتها اللي معانا النهارده قالوا خلوا المبلغ ده في الامانه عندكم لغايه بنت الست الكبيره دي تيجي بكره او بعده من الغردقه وتستلم نايب او نصيب امها. وده قاعد معاكم انتوا التلت الاخير؟ ده موجود حاليا عندنا في المكان اللي احنا فيه. فضيه ولا الاثنين؟ في فضيه 10,000 ورقيه، وكمية الفلوس تقارب 85 كيلو. أيوة في كمية زول على الفيسبوك إن أربع شوايل مليانين فضية في أوضة مع ست غلبانة. ده كان عمل ضجة في على السوشيال ميديا. ليها بتاع 20 سنة هي متواجدة، وما كانش باين عليها حاجة. وربنا يرحمها، وإحنا بنشكر ويجازيكم خير، ونشكر أهل الوقف جميعا، والشكر خاص للأستاذ عبد القادر اللي هو أصلا رافض يعني معلش يفصح عن نفسه ولا يظهر اصلا، ولا يظهر في الصوره، ولا يظهر انه عمله انه صدقه دي عايزها مخفيه الراجل. يا ربنا يجازيه خير. امين يا رب. شكرا لحضراتكم. شكرا. زي ما شفنا معاكم الاهالي، اهالي مركز الوقف، بعد الحديث السوشيال ميديا اللي كانت خلال الساعات الاخيره عن الست غوايش اللي تم العثور في غرفتها على اربع شوايل فيهم فلوس 240 كيلو و6 كيلو فلوس ورقيه تاني بجوار، ووزعوا الفلوس، نزلوا مقطع على النت عشان الناس تعرف ان في فلوس ليها لو ليها غرايب او حد هي ليها فلوس عند ناس يرجعوها، ان في اهل ليها ظهروا. وده كان تفاصيل لايفنا معاكم النهارده، واستنونا في لايف جديد. كانت معاكم سمر مكي من محافظه قنا، دمتم في رعايه الله.